بشعارات مناهضة لجميع الوجوه السياسية الحاكمة، تشهد شوارع مدينة الديوانية تدفق المستمر للمتظاهرين في إطار استمرار ثورة تشرين، حيث يشدد المنتفضون على مواصلة ثورتهم حتى اقتلاع جذور النظام الفاسد بأكملها. خلوا ببالكم احنا هاي الطلعة مالتنا ما تبين ولا يعني توضح يعني شيء بسيط من جانب الحقيقة اللي الكل طالع. الشعب العراقي مهما حاول شخص انه يعتم او مجموعة يعني ناس انه يعتمون على حقيقة انه الشعب رايد التغيير، طالعين رايدين وطن، ما راح ننسى هذا الشيء وطالب بحقنا. لا امريكا ولا ايران ولا نقبل اي تدخل لاي احد. هذا اليوم هو مكملا لثورة تشرين. نعم، عندما قالت بعض الأصوات النشاز أن الثورة قد خفتت وأن الناس بدأوا يملوا، لن نمل ولن نكل إلا أن تخرج الأحزاب الفاسدة من أرض العراق. ووسط مزاعم بعض سياسي الطبقة الحاكمة الذين يدعون انتماء المتظاهرين وتأييدهم لإيران، استنكر متظاهر الديوانية تلك المحاولات اليائسة، منددين في الوقت ذاته بعمليات القمع التي تطالهم من قبل الميليشيات التابعة لطهران. بالنسبة للسياسي الإيراني قاعد يطلعون على قناة على الفضائيات في هاي، يقولون الشعب العراقي موالي للدولة الإيرانية، فهذا غلط. الشعب العراقي موالي للأرض وللعلم العراقي، وردنا على الأحزاب هاي المظاهرات المليونية، نقول لهم احنا عازمين على تغييركم، كفى قتل كفى دماء، لازم انتم تستجيبون إلى الشعب العراقي. لا استجابة مرتقبة للشارع الغاضب المنتفض إذا كان ولاء الحكام الجدد لإيران، فبحسب منتفضي الديوانية فإن إيران هي من تسببت بالدمار الذي يشهده العراق منذ سنوات، مشددين على وجوب إنهاء نفوذها في البلاد. أريد المطالب كلها تتحقق، شئتوا أم أبيتوا لازم تتحقق وتطلع إيران من العراق. الإيران لازم تطلع من العراق لأن سبب دمار العراق هي إيران. وبعد أن أعياها طول الانحناء، تنتفض إرادة شعب عازم على الخروج من حقبة سوداء كبلته بقيود قاتمة أصبحت جزءاً من جسده، ولا بد من انتزاعها مهما بدت هذه الخطوة الحاسمة مؤلمة.